أمسية رياضية من الأمسيات في ختام كأس محافظة شمال الباطنة لخماسيات كرة القدم للمؤسسات، حيث الحضور الجماهيري الذي زاد من صخب الصالة الرئيسية بالمجمع الرياضي بصحار، ومتابعة وتجمع من الرياضيين واهتمام من الناحية التنظيمية انعكس على حفل الختام. مثل هذه البطولات تقرب الكثير من وجهات النظر بين اللاعبين، وأيضا تزيد من قوة الترابط بين المؤسسات، وأيضا يعني تشجع على ممارسة أنواع الرياضة المفيدة، خاصة في هذا الوقت الذي نستطيع أن نقول فيه أن مثل هذه الرياضات تزيد من الألفة والمحبة والتعاون بين الشباب. عن هذه المسابقة، هي النسخة السابعة مثل ما قلت، لكن نحن مستمرين إن شاء الله في تنظيمها في السنوات القادمة بإذن الله، بحيث نطمح أن يشارك فيها عدد أكبر من المؤسسات الموجودة في محافظة شمال الباطنة. جمعت المباراة النهائية فريق المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بفريق مجموعة أوكيو، ليظفر الأخير بلقب المسابقة، تبعهما فريق إدارة الأوقاف والشؤون الدينية في المركز الثالث. كان استعدادنا يعني جدا مستعدين للبطولة، قبل البطولة يعني بشهرين تقريبا نحن نستعد، والشباب ما قصروا والحمد لله، كانوا مستعدين للبطولة، ويعني كل واحد تجاوز ظروفه الحمد لله. أنا مشاركتي في هذه البطولة كمباريات سابقة يعني كانت الحمد لله يعني فيها أمارس التحكيم، تحكيم يكون غير لما تحكم مباراة نهائية، تطلع وتظهر في مباراة نهائية مستوى لائق، أكيد هذا شيء جميل يعني. تعزز مثل هذه البطولات الجانب البدني للفرد، كما أنها تعتبر بمثابة تجمع ضمن إطار الأنشطة الشبابية والرياضية بمحافظة شمال الباطنة، حيث يتم تنظيمها سنويا. تأتي هذه المسابقة بتنظيم من المديرية العامة للثقافة والرياضة والشباب بمحافظة شمال الباطنة ومكتب محافظ شمال الباطنة، بدعم من شركة أوكيو. من الصالة الرئيسية بالمجمع الرياضي بصحار، عبد الله وصالح الريسي، محافظة شمال الباطنة.